مرحبا أعزائي، السلام عليكم. اليوم راح نسوي لكم هذه لطاولة الصالة، وهي يعني نحتاج احنا قد شموع ثلاثة. هاي الشموع البسيطة هاني رتبتها، وهذا الحصو ثلاث ألوان، يعني مو صعب تحصلون على أي حصو. هذا الحصو هاني جمعته، يعني نشتريه احنا بعلبة مثل هذه ويكون جاهز اكيد بالمكانات، يعني تلقون هسه مناطق اللي يبنون واللي كذا موجود حصو يعني من هذه النوع والوان. اول ما نعتاز هذا الغرة نحاول نخلي هاي القاعدة كلها ونضيف لها هالغرة حتى نثبت بيها الحصو والشموع ونرتب هاي الفكرة اللي قلت لكم عليها، ترتيب بسيط وما يحتاج أمور بسيطة، بس شنو شغلة الفكرة هي. بعد ما أملي هذا كل الغرة أبدي ترتيب الحصو. أعزائي بعد ما كملت هذا الغرة نشرته بشكل ترتيبه، يعني أخلي الشموع حسب ما أنا أريدها ومكاناتها على هذا الترتيب. راح تكون قاعدة هي قاعدة ثابتة، يعني قاعدة معدن مثل ما تشوفون هذه، أو أي شيء تريد ترتبون قاعدة يعني أنتو بلاستيك شيء، حتى إذا خلصت الشمعة تخلوها من هذا الشموع العريضة تصير صغيرة. هاي المسافات أحاول أوازنها وأبدي بترتيب هذا الحصو، يعني أحاول الألوان أوزعها أو ألونها مال الحصو. مثل ما تشوفون على هذا الترتيب حاولوا تخلون يعني من مكانات تملون الفراغات بها، يعني صبر وترتيب حتى لا يكون مكان فارغ هواية، يعني أغطي كل المكان. تختارون حسب المكان الحصواية، يعني حجمها وشكلها حتى ما يكون عندكم فراغات. يعني اداخلها شي بشي، يعني كأنما شلون شايفين هذه المناظر لترتيب الكرتونات المقطعة، يعني بالاخير يتبين لكم فد منظر معين. ودارو يعني حسبوا حساب همينة الارتفاع الحصوايه، يعني لا تخلون مكانها كلش عالي وحدة بصفها مكانها كلش ناصي، يعني اوازنها مساحة تصير متوازنة بيناتين او الارتفاع حتى لا يكون عندي الشغل مشوه. بس اذا المصور شوية يدنى ويلاحظ يعطيكم فد فكرة معينة حتى تشوفون. انا احاول اختار مكانات الصغار امليهن
هسه احبائي مثل ما تلاحظون ثبتتها على هذا الترتيب، هذا المنبر هاي تكون على الطاوله بالصاله، وراح افتح لكم هذني وجه الشموع حتى تشوفون منظرها بشكل الطف. مثل ما تلاحظون هذه تكون على الطاولة بالصالة أو أي مكان أنتم تختاروا بهذه الأشياء البسيطة وهاي الفكرة البسيطة، يعني جمعت بين الشموع والحصو. وأكو فكرة يعني إذا تقدرون تسووها أنتم، هساني ما جاهز عندي، أكو سبريل لتنظيف المكائن أو تلميع هالمكان السيارات، هذا تلقوه بأي مكان يعني اللي يبيعوه تنظيف هذا السبريل، يصير يعني يرفع الوصافة من مكاين ذن المكاين السيارة ماكينة السيارة أو مكان برغي الزنجير زنجار بيذبون هذا السبريل ينظفه. هذا شي يسوي لكم من بعد ما تخلصون هذه وتحسون بها مسكت، تقدرون ترشون على هذا الحصو تطلع به لمعة شلون الأحجار الكريمة، تطلع به لمعة كلش قوية، يعني يطلع لون الحصو بدون شوائب بدون اي شيء بلمعه كلش جميله. وعلى هذا المنظر شوفوها احبائي تقدرون تسووها بالبيت وشي بسيط، وان شاء الله بالمستقبل راح نجيب لكم افكار او نسوي افكار حتى تستغلوها وتستثمروها، اللي يريد يبيع اللي يريد يستثمرها بالبيت اللي يريد يسوي له فد شيء ترتيب هديه، يعني على هذه الأفكار البسيطة وأنتوا متناول يديكم، يعني الأشياء الموجودة بسيطة، غرة وشموع وهاي قاعدة، والقاعدة هاي إذا أنتم ما تلقوها ما تحصلوها تقدرون تسوون خشب، شايفين الإطار إطار الصورة، إطار الصورة هذا اللي يخلوه تقدرون تسووه، وجواه قاعدة خشبة بسيطة أو كرتونة وتسووها من إطار مالي صورة أو إطار عندكم قديم وتقصوه على هذا الترتيب وعلى هذا الشكل بشكل مستطيل، أو أنتوا أي شيء تختاروه شكل خماسي أو سداسي أو هذا المستطيل وتكون على هذا المنظر للطاولة صالة البيت أو أي مكان أنتوا تختاروه. وإن شاء الله الفكرة عجبتكم وفكرة بسيطة هي، وإن شاء الله ما تنسونا بالمشاركة والملاحظاتكم أو لايك. إلى لقاء ثاني إن شاء الله، فكرة جديدة.